عماد اليوم عم نتابع موضوع سبق وبلشنا فيه الأسبوع الماضي، هو موضوع الطاقة الشمسية، كيف بنعرف نستهلكها، كيف بنعرف نحسبها، كيف بنعرف نستفيد منها إذا نحن أقدمنا على هيدا المشروع. صحيح. خلينا هيك نحكي أول شيء هيك سريعا أو بإيجاز اللي حكيناه المرة الماضية، قديه مهم نعرف شو عم نستعمل ومين من وين عم نجيب هالمواد وكيف عم نحسبهم. صحيح، هي هالحلقة من وراء الأسئلة اللي اجت تباعا من وراء حلقة الماضي، فاختصرت كم سؤال، 5-6 أسئلة ورح جاوب عليهم، لأنه هو الأسئلة اللي نسأله أكتر شيء وتكرر السؤال عنه. فإذا مثل ما حكينا مرة الماضي بالنسبة للطاقة الشمسية، أول شيء أكتر شيء الناس عم تسأل ماجي، لأنه صار في أسعار متفاوتة بالسوق، أنه كيف ما ننغش. صحيح. شو كيف بنعرف الطاقة الصح، أو كيف بنعرف البطاريات صح، أو هاي دول الأسئلة يلي هي عادة أهم. نعم. الناس. فبرجع بقول أنه مجموع إذا بدك سعر الطاقة بيتقسم على 3 أشياء، عندنا البطاريات وعندنا البانلز وعندنا الانفرتر وعندنا أهم شيء اللي أنا دايما بركز عليه هو الأكسسوريز. فإذا بدنا نحسب 15% سولار بانلز و30% انفرتر و30% بطاريات، بيبقى عنا هالعشرة أو 15% اللي هي الأكسسيز والكابلات. هيك عادة بدها تتفاوت أسعار، يعني مثل ما عم نشوف بالصورة اللي عم تنعرض عماد تنقدر نحسبها. لا، هيدي رح نوصلها بعدين للحسابيات. للحسابيات بعدين تعلمهم كيف يحسبوا بالضبط البانلز تيعرفوا اكزاكتلي كيف عم ياخذوا من الشمس وكيف عم ياخذوا من البطاريات، اذا بيضاينون او لا حسب. صحيح. حاجه كل بيت. هون شغله كتير مهمه. من الاشياء كمان المهمه ماجي، وقت يدلفنوا اوقات العالم بيقولوا انا بدي 20 امبير. والعكس صحيح، في شركات او في مش شركات اكشلي، هن في اشخاص بيقولوا لهم انا عم بعطيك 15 امبير. نعم. او انا عم بيعك 20 امبير او 10 امبير، وهيدي الكلمه بحد ذاتها هي غلط. فهون بنعرف كمان الاشخاص يلي بيعنا امبيراج هيدي مش مزبوطه، لانه الامبيراج هي قديش نحن قديش تقس اذا بدك صالح يعطيني عدد امبيراج. بس هو ما في بيعني امبيراج، يعني ممكن يقول لك عم بيعك 20 امبير يكون هو عم انت بس 2 امبير عم يوصل. صحيح. فهون كمان هيدي توعيات رح وعيهم اياهم. كرمال هيك انا رح بلش تباعا اذا بدك، فتباعا بالنسبه اذا بنحط نحن اول صوره تشرح شوي على السيستم بطريقه سريعه وجاوب على الاسئله ورا بعضهم. نعم. اول صوره لكن مثل ما مبين عندنا هون، نحن رح ناخذ طاقه من الشمس بدها توصل على البانلز، والبانلز بدها تتحول لعنا. نعم. اوكي. مثل ما قلت البانلز بشكله تقريبا 15-20%، عندنا 15-20% كمان الانفرتر، 30% بطاريات و10%. نعم. نشوف الصوره الاساسيه يلي كنا عم نشوفها تنحسب البانلز والبطاريات وكل هالموضوع. رح بلش انا دغري تباعا بالاسئله تما يدهمنا الوقت. لكن اول سؤال واكثر سؤال بيوصلنا انه كيف البطاريات فضيوا فجاه. يعني هن معودين يمكن البطاريه تبقى عندهم كل الليل، فجاه لقوا حالهم على 12 بالليل او 11 بالليل فضيت البطاريات. هون بدها تنتبه المدام او بدنا ننتبه احنا بالبيت اللي مركبين هالبطاريات، انه اوقات بتستعمل البطاريه لانه هي بتصير عاده، ممكن تغسل ممكن تكوي بدون ما تنتبه، وبتكون الدنيا مغيمه او بيكون قطعه غيمه فوق البانلز بهيدي اللحظه. نحن هي ما راح تلاحظ هي وبالبيت، بس لانه السيستم بحد ذاته اذا الانرجي اللي عم ياخذها من الشمس منا كافيه لحاله السيستم بيدعمها من البطاريات. فاذا هي رح تكون بالنهار عم تستهلك من هالبطاريات، تلقائيا بيوصل الليل بيكون البطاريات منهم مفولين فبيرجعوا بيفضوا اسرع. هون بدنا ننتبه اي متى لكان، خصوصا عم تستعمل اشياء شوي زايده مثل غساله مثل مكوية او شيء، تتاكد انه الشمس مزبوط طاقة الظهر إذا بدك يكون هو الأزبط لأنه. صحيح. شغلة تانية، إذا بما أنه عم نحكي عن البطاريات، كيف فينا نحافظ على البطاريات؟ أهم عدو للبطاريات شو ما كان نوعها هو الديشارج، يعني هي تفضاية البطاريات على الآخر. قصدك أنه تفضى؟ صح. هن حسب نوعهم، كنا حكينا قبل حسب نوعهم، هلأ بتقطع صورة يلي هي على البطاريات بيفهموا انه شو هن انواع البطاريات. نعم. نحن البطاريات المتداوله عندنا بلبنان اكثر وحده، عندنا شيء الاسيد وعندنا الجل وعندنا الليثيوم.
الأسيد والجل أنا حطيت صورة فيها البور والكونتر إذا فيهم يشوفوها على مهلهم وقت يفوتوا عندي على صفحاتي، بس هلأ رح أحكيها بطريقة سريعة. الأسيد والجل ممنوع تفضى أكثر من 60% منها، بينما الليثيوم نسمح لحالنا نفضيها 85 ل 90%، يعني فينا نفضيها للآخر. شغلتين مهمة، في شيء اسمه C10 وC20 بالبطارية. نعم. نحكي شوي شو الفرق بيناتهم. كنا شرحنا قبل أنه نحن الطاقة الشمسية فينا نركبها بالبيوت وفينا نركبها بالمعامل والمصانع والمزارع إذا نعم. بدك بهالطريقة. هلأ السي 10 عادة هي أغلى، والسبب أنه السي 10 هي بتتشرج أسرع بس كمان بتفضى أسرع، فهي أفضل يستعملوها بالمعامل يلي هن بدهم يشرجوا بسرعة، وهن بالليل بيكونوا مسكرين فهن ما فرقين معهم إذا فضيت بسرعة، فهن ما بدهم إياها تضاين كل الليل. بالمقابل منحط السي 20 أفضل للبيوت، لأنه هي صحيح بتتشرج بطريقة أبطأ بس كمان بتفضى بطريقة أبطأ، فتلقائيا رح تضيننا كل الليل. طبعا حسب قديش نحن عم نصرف، يعني بس ما نكون عم نصرف كمية كبيرة من البطاريات أول شيء. والأسئلة كمان بتجي أنه بكرة بالشتاء شو رح نعمل؟ هل صحيح. هي رح تضل هيدا السيستم فعال بما أنه اسمه سولر سيستم، يعني عم نحكي على شكل الطاقة الشمسية؟ حسب تأس لبنان نحن هيدا السيستم رح يكون فعال أكتر بالشتاء، والسبب أنه هيدا السيستم فعال أكتر بالحرارة الواطية من الحرارة العالية. هيدا هاي شغلة كتير منيح، يعني نحن كنا قلنا قبل أنه أفضل البطاريات يكونوا بمحال ما بتتخطى حرارته 26 درجة، فنحن رح نكون مرتاحين بالشتاء لأنه الحرارة ما رح تتخطى هيدا، فتلقائيا رح يكون فعالية البانلز والبطاريات مع الانفرتر رح يكونوا أحلى. هلا بتسالونا اذا اجى 3 ايام او 4 ايام شتاء وغيم شمس. في هلا للاسف نحن هون بهيدي الحاله يا بدنا نخفف الاستهلاك للمينيموم تا ساعه تطلع الشمس يخزنوا هالبطاريات ونضلنا نستهلك بطريقه مينيموم، يعني لمبه تلفزيون والبراد طبعا بدون ما نحط اشياء غاليه او اشياء تصرف اكثر، او بدنا نستعين هون ساعتها نرجع على الاشتراك الموتور. وهلأ في مراوح، هيدي شغلة كتير مهمة، مراوح ممكن تشرج البطاريات، مش ممكن أكيد هي بتشرج البطاريات مثل الإيوليان، بس منا بحجم الإيوليان، هي عبارة عن إذا بدك عمود ما بيتخطى طوله المتر ونص مترين. هيدا الأفانتاج فيه بما أنه شتاء وفي عاصفة، يعني أكيد في هواء فرح يشرج البطاريات رح يشرج البطاريات، وهون تلقائيا فينا نستعين بهيدا. فإذا يا اشتراك موتور يا هيدي الايوليان. نعم. هون بدي ارجع انتقل تنعرف ميز البانلز. البانلز في انواع بانلز، في كذا انواع بانلز. كيف بعرف البانل اذا منيح مش او مش منيح؟ ثلاث نصايح رح اعطيهم اياهم. في عنا هلا اذا بنحط الصوره تبع البانلز تحديدا رح يلاحظوا الفرق بالنظر كيف الفرق بالبانلز. اول شيء في شيء عنا اسمه مونوكريستالين، في شيء اسمه بوليكريستالين. انا بنصحهم دغري هلا بطريقه مختصره انه المونوكريستالين هو الاضبط هو الاحلى، اوكي، والاكثر فعاليه، مثل ما رح تطلع عنا بالصوره ويعرفوا ليش هو اكثر فعاليه. شغله ثانيه بدنا ننتبه انه اللوح يكون شيء اسمه هاف كات. هاف كات يعني مقصوص بالنص، ففي منلاقي فيه قطعه كانه اللوح الكبير بس هو كانه نصين. هيدا طبعا اضبط، والسبب انه اذا لا سمح الله حصل ضرر بشقف من الشقف ما بيضر اللوح كله. شغله ثانيه نوعيه الازاز، كل ما الازازه كانت كلير ومثل ازازه البيت يعني مش اضبط، مش اضبط. هون ينتبهوا على الموضوع. اضبط هي الزجاج بيكون فيه مثل في لماعه حديد بقلبه بيكون مبرغل، فهيدي النوعيه الاضبط. فاذا هول ثلاث نصايح اذا بدك على العين المجرده، بالعين المجرده في يعرف اذا البانل منيح او مش منيح. نعم. هون بدي انتقل للأكسسوريز يلي أنا شددت عليها أول مرة وشددت بخطورتها، لأنه هاي ممكن تعملنا مشاكل، ممكن تعملنا حريق بالبيت مثل ما صار قبل. نعم. كنت قلت أنه نوعية السولر سيستم هي نوعية بنسميها دي سي، يعني كهرباء متواصلة مش اي سي. حتى أشرح لهم بالتفصيل شو الفرق بيناتهم. في عنا نحن شيء اسمه اي سي بالكهرباء يلي هو اي سي، بدنا نحط اي سي كابلات للاي سي وأكسسوريز للاي سي. شو يعني اي سي؟ اي سي هي الكهرباء اللي بتجي من الدولة للإنفرتر وبتنطلق من الإنفرتر للبيت. نعم. فهالكهرباء اللي بتوصلنا هي اي سي. ساعتها هون في عندهم كابلات خاصة يلي هي الكابلات اللي بنشوفها عادة بالبيت. إذا عنا 3 كيلو وات، يعني إذا نحن عنا طاقة تعطينا من 12 لحديد 15 أمبير 4 ملي متر كافي. إذا عنا 6 كيلو وات
يعني من 20 ل 30 امبير ساعتها بدنا نحط 6 ملم، والاكثر من هيك اللي هي 8 كيلوات ل 10 كيلوات من 30 لل 45 امبير بدنا ننتبه انه ما يكونوا تحت ال 10 ملم. بالمقابل الدي سي يلي كنت عم بحكي عنه هي الكهرباء اللي بتكون جايه من البانلز على الانفرتر. نعم. هيدي كهرباء متواصله، هون الكابل هيدا اللي بيشكل خطوره. هيدا الكابل فينا نقفره، اذا حاطين هلا صوره بنشوف في كابل في له شعيرات. هيدا الكابل بس نقصه بده يكون فيه شعيرات صغيره. ثاني شغله بده يكون فيه تيوب الومنيوم واضح عليه بنقشعه بس نقصه، وفي يكون طبقتين كاوتشوك تيكون لين وينحمى من حراره الشمس خصوصا على الاسطح. واخر شيء بالنسبه للبطاريات ما لازم الكابل يكون تحت 16 ملم. هيدول بنشوف الكابلات يلي بنوصل فيهم البطاريات هون، لانه في عندنا لعب كهرباء كبير فمضطرين نكبر الكابلات. هول الاشياء اذا بدك كثير مهمه ينتبهوا له. هودي الاكسسوارات اللي حكيت عنهم عماد ممكن كمان يحمونا من الزواعق بالشتاء، لانه كمان في خوف بينقال انه شو بيصير اذا صار في زاعه. صحيح 100%، وهذا السؤال كثير مهم ماجي، لانه في كثير عالم ببيعون بيقولوا لهم اوكي رح احط لهم سيرج ارستر. هيدا السيرج ارستر بدنا نعرف انه هو صحيح بيحمي بس ما بيشكل حمايه اكثر من 5% من السيستم من الزواعق. 5% هي شغلة كتير قليلة. هلا الأفانتاج أنه هن إذا بدون إذا عم نعمل بفيلل أو عم نعمل بمصانع هي خارج المدينة، هون ضروري ينعمل سيستام تير، أو يعني هيدي السيستام شوي غالي بس هو مجبورين نحطه لأنه الزاعة ممكن تخرب لنا معمل كامل أو فيلا كاملة. بينما بالبيوت أو بينما عفوا بالمدن سيرج أرستر قلت لك هو بيحمي بس 5%، بس نحن عنا أفانتاج أنه في كتير شبكات إرسال وأنتينات إرسال هي بتسحب الزواعق عادة بقلب المدن. صحيح. فإذا هيدا السيرج أرستر اللي عم بيبيعونا إياه أو اللي هيدا بيحمينا 5% بس خصوصا بالبنايات العالية وقتها تضرب الزاعة سطح البناية تماما، غير هيك نحن بقلب المدينة محميين بالأنتينات اللي هي موجودة بالنسبة للهيدا. عماد كتير عم نسمع ويعني من وراء حلقة المرة الماضية وبتوقع هالمرة كمان أسئلة كتيرة، كل الناس عم تتوجه لهالشي مع أنه هو بدهم يدفعوا يمكن مبلغ هلأ. صح. بس أكيد على المدى البعيد بيكونوا أول شيء عم يحصلوا على طاقة مستمرة، وهيدي هي مشكلتنا اليوم أنه ما عندنا لا موتور ولا كهرباء، وبنفس الوقت بيكونوا يعني عم بيوفروا على المدى البعيد كل المبالغ يلي دفعوها. بتتوقع أنه تكون عن جد هي هيدي الطاقة البديلة بالمستقبل؟ هي الطاقة البديلة بالعالم. نعم. مش بس بالمستقبل، وهلأ كتير واضحة بعد الحرب اللي عم بتصير هلأ بأوروبا والمشاكل اللي عم بتصير بأوروبا، داش هن كانوا معتمدين على مش معتمدين على الطاقة البديلة، لأنه معتمدين على اللي عم بيصير بين روسيا وأوكرانيا، قديش هن هلأ عم بيحذروا من هيدا الموضوع، وحتى بلشوا تقليل يعني. أنا بعرف بإسبانيا بلشوا يحطوا زبوطة يلي بيوطي الاي سي تحت ال 20 درجة. بفرنسا اوريدي صار عندهم مشكلة مي وراح يبلشوا يقطعوا لهم الكهرباء بلندن، عم بيحذروا من هيدا الموضوع. هلا هون احنا بلبنان الطاقه البديله هلا عم ندفع، ومن الاشياء تما نكون مخشوشين خليني اعطيهم نصيحه كتير سريعه. عاده السيستم اذا بدك السيستم يلي بيكلف من 5000 ل 6000 دولار، هيدا السيستم يلي بيعطينا 15 امبير على مع 8 بطاريات عادي، هالقد سعره. نعم. اذا كان سعره اقل من هيك اكيد في غش بمحل من المحلات. واذا حطينا برات بطاريه ليثيوم عم نحكي على 15 امبير على هيدا الليفل بين 7 و 8000 دولار، كمان اقل من هيك بيكون في غش يا بالبطاريه يا بالسيستم. هون بدنا ننتبه بطريقة كتير سريعة، إذا بنحط هلأ التابلو يلي انحطت الصورة قبل يلي فيه عملية حسابية رح أعلمهم كيف يحسبوا بطريقة سريعة البانلز ويحسبوا بطريقة سريعة البطارية، يعني قديش بيقدروا من وراء البانلز يحصلوا على طاقة. صح. وكيف ينتبهوا البطاريات قديش بيخزنوا، هيدي الأهم يلي هو المشكلة اللي بتفتى فيها. صحيح. بالنسبة للبانلز بطريقة مختصرة سريعة، كل بانل بيعطينا يلي هو قيمته 545 وات، بيعطينا من 1.5 ل 1.6 امبير. يعني اذا بيطلعوا على التابلو بيحسبون مزبوط، فاذا 545 اذا عندي 6 بانل رح يعطينا بالنهار اذا الشمس ساطعه على حدود 11 امبير. بالمقابل اذا بننتقل للبطاريات كيف بنحسبهم؟ تنقول انا عندي 8 بطاريات مثل ما هو واضح هون على الصوره، عندي 8 بطاريات كل بطاريه فيها 200 امبير. فاذا رح تعطيني 1600 امبير. 1600 امبير اذا بقسمها على 12 فولت اللي هي البطاريه، معلي لو عمليه حسابيه خلينا نتبعوني. نعم. رح ينتبهوا لها، بيطلع لي 19 واط.
قلت لهم انه البطاريه ما فينا نستهلك اكثر من 60%، فبنضربها ب 0.6 يطلع لي مخزون 11500 واط. شو يعني 11500 واط؟ اذا مقسمهم على 230 فولت يلي هي الكهرباء اللي بحاجه لها انا بالبيت، رح يطلع لي 50 امبير. 50 امبير هيدي بالساعه. نعم 50 امبير بالساعه. اذا انا عم بصرف 2.5 اذا عم بصرف امبير واحد رح يضيرني 50 ساعه. صحيح. اذا عم بصرف 2 امبير رح يضيرني 25 ساعه. اذا عم بصرف 5 امبير رح يضيرني 10 ساعات. هيدي معناتها الاساسيه. صحيح. فانا هيك بحسب الامبيرات، هيك بحسبهم. فاذا اذا بطاريتي مفوله وعندي 50 امبير اور، اذا انا عم بصرف 5 امبير رح يضيرني 10 ساعات، بينما اذا دورت 2 اي سي صرت عم بصرف 10 امبير رح يضيرني بس 5 ساعات. صح. كرمال هيك ما بيضاين كل الليل. هيك ينتبهوا له، وهالعمليه الحسابيه فيهم لحالهم ساعتها يشتغلوها. كتير مهم اللي عم بتقوله عماد، لانه اوقات بيفكر انه عملنا سيستم سولير وخلص نحن بنقدر نصرف كانه عندنا الموتور مثلا او الكهرباء العاديه. صحيح. وبصير في مشاكل يمكن فيهم يتفادوها يعني بكل هيني. بساطه هيني. رح نشوف هالتابلويات كلها على مواقع التواصل عندك اذا بدهم يحسبوا على مهلهم لما رح هلا. شكرا لك عماد سالم، اهلا وسهلا فيك، بشوفك الاسبوع الجاي يمكن التنين، لانه رح كون موجوده انا التنين وزميلتي نسرين هار أربعة جمعة الجاي.